السلام عليكم. خلال 3 سنوات من عمر الحرب تعرض السكان المدنيون في مدينة مأرب لأكثر من 250 صاروخة أطلقتها ميليشيا الحوثي، فقتلت العشرات وأصابت المئات، كلهم مدنيون وأغلبهم نازحون. مختار العليمي واحد ممن خسروا حياتهم جراء هذه الصواريخ، نتابع قصته في الفيلم التالي ثم نعود. أنا يعني مختار له 15 سنة في مأرب. كل السنة وسنة ونص في مأرب لحاله، بعدين نحن طلعنا. يعني كم تكون نحن؟ حق 13 سنة، يعني ساكن حق 13 سنة. ليه حق 13 سنة؟ يعني طلعنا وبنات الصغار وعشنا هنا في مأرب. يعني في ذاك الأوضاع وذاك الأيام يعني كان ما حد يقدر يعيش في مأرب، كانت صحراء، حتى مواصلات ما فيش مواصلات، كان يعني مستحيل واحد يعيش في مأرب. حتى الزملاء الذين هم يعني بنفس الدفع حقه كانوا ساكن معه في بحث نقلوا كلهم، بس مختار مرضى ينقل. كنت نحاول معه نشتين نقول يعني مع الأوضاع وهذه كل عش، يعني كان يعني زي الصحراء مأرب، كان ما فيش مسواق، ما فيش مواصلات، يعني كل حاجة منعدم فيه به. يعني تخيلي قبل 15 سنة كيف كان مأرب، يعني أعلام ما فيش، كل حاجة ما فيش، مستشفيات متحصلش مستشفيات. بعدين كنت نحاول مع مرضى ينقل، بعد المشهد أموره قسنا، جلسنا نحن وهم، بدأ يتطور شوية. بعدين بعد ما كان بإدارة البحث الجنائي نقلوا من إدارة البحث الجنائي للبحث حول إنه مندوب للبحث الجنائي في مستشفى العسكري. أيوة كان يا أخي يعني أيام الضرب والمشاكل، يعني شوف كان في يعني رصاص، يعني نشوفه نحن نشوفه نسمعه، يعني نحس بان حدا مرة هو جالس بالشارع خرج، يعني في ضرب وخرج شارع دارين الرصاصة وقعت له جنبه، هو جالس تفق زينه دخل ورصاصة بيده، قالت رصاصة شاف إنه الجيران مرصاصة ورصاصة جنبه. كنت نحاول أمنعه أقول له لا تمشيش لا تخرجش، ما يرضيش، يقول عملي، يعني واحد يأخذ عمله لازم والمكتوب شاخذه، يقول حدنا لو مت شهيد أحسن، كنا نقول إن شاء الله موت شهيد. كنت منعه ما يرضيش يجلس بالبيت أبدا. بعدين نقلنا لما بديت أهدى الأوضاع في مأرب، يعني الحرب زمنها، نقلنا من الهيئة ورجع لأدلة الجنائية في الجثث، يعني يعمل الجثث، وكان يصرح يحصد الجثث، يعني الجثث متعفنة، وحين يعني يخرج الصحراء يخرج، يعني ترى لو اتصل بعدين في آخر الليل بس يخرج، ما يرضي يسمع كلامي. كنت منعه ما يرضي، وحين بعد قال له إنه سبب له يعني الجثث المتعفنة سبب له ضعف في عضلات القلب، أيوة ارتخى في عضلات القلب، يعني مرض قاسع وجلس بالعناية ورقد إنه في العناية، سوينا له قسطرة، يعني خان صراحة يعني تعالج على بعد اللي عضلات القلب واستمر بالعلاج دحين حتى هذا الحين، حتى لما خرج اشترى العلاج حق عضلة القلب لما توفى. اجهزنا شوف ليلة الوفاة. لحظة الوفاة قبل يعني لما خرج. يعني لما يعني بالأول المغرب، وصل المغرب فطرنا نحن هو جلسنا، خرج بعدين يصلي تراويح صلاة العشاء وتراويح. رجع يصلي من صلاة العشاء والتراويح، جلس مخزنة بالبيت إحنا وهم. هذيك اليوم كمل على العلاج، يعني ما فيش معه حبة حق العضلة القلب، والدكتور قال ممنوع إنه يعني يوقف العلاج، قلت له روح اشتري العلاج، خرج على أساس إنه بيجيب العلاج حق القلب. دخل يعني اتصل بي قبل، يعني ما فيش لحظات بين الاتصال حقه وضربة الصاروخ إنه راجع البيت، قال أنا الآن راجع. بعدين سمعنا الصاروخ، طرحت التلفون من يدي أسمع الصاروخ، بعدين أقوم أدق على نفس التلفون شو أسأله وين وقع الصاروخ، على أساس يعني ما ظني إنه يعني يمكن إنه يكون هو الذي قلت يمكن إنه يعني أسأله وين وقع الصاروخ. أدق على تلفونه ما حد يجاوبني، لا أخير جاوبني واحد قال لي صاحب الرقم هذا مصاب في مستشفى العسكري. رحت خرجت الساعة نظام صلاة المستشفى العسكري، وصلت قال لي العالمي ما هوش المستشفى العسكري، العالمي نقلوا لنا الهيئة. طلعت أجري للهيئة،
قلت وصلت لصاله الطوارئ اسال العليمي، قال لي هدا اشوف العليمي راقد فوق السرير الميت. يعني حتى مش خمس دقائق لما كانوا يكلمنا احنا نراجع البيت. الله ينتقم منه الحوثي. السبب لو كان ما فيش حوثي ايش كان شقتل زوجي؟ لو كان ما هلاش الحوثي كان زوجنا فض عايش. كل حاجه سب الحوثي، الله ينتقم منه، الله يدمره، حرم نحن من مختار، الله يحرمه من الدنيا ان شاء الله. كم مش الحوثي هو السبب، الحوثي سبب المشاكل، سبب الدمار، سبب العيشة، سبب كل حاجة الحوثي، الله ينتقم منه. لو كان ما فيش حرب ما فيش مشاكل ما كانش مقترح. خلاص ما عاد انداري ما عاد حسيتش ولا بأي حاجة لو ما رجعت البيت نفسي. قال الجيران انه هندا خاين يسوي لي كسوقين يا حماني، ما حسيتش ولا بأي حاجة لما وصلت البيت ثاني مرة. يعني احساس غريب، كيف تحس لما تشوف يعني اعز من عندك انه ميت قدامك؟ كيف يكون احساسك؟ كيف يكون شعورك؟ ام مع بنات بدون راعي بدون احد معاهم، كيف استطيع اكون لهن الاب والام؟ من دون ما حد يدعمني احنا، بدون ما حد يساندني احنا، بدون ما حد يعني شوف يعني كيف تحس وانت بالبيت لحالك؟ يعني فجأة كنتن عايشين مرتاحين مبسوطين وسط البيت، فجأة يضيع من قدامك، كيف تلقي نفسك وحدك؟ يعني ما فيش، خلاص من يقف بجنبك؟ من يعم ساندك؟ من يعني مختار كان حياتنا كلها، يعني حتى راتبه أما كان عايش كان يستخدم يستلم المعاش على 5 أشهر بس، يعني عاده كان يعني إيش خاطر بالحق أي حاجة؟ يعني نحن ما نحنش منهم شيء حاجة قدامنا، بس الآن كيف؟ لا معاش، لا معانا أحد يساندنا، لا أحد يقف جنبنا، لا أحد أجار بيت، أطفال، ما أدري كيف أفعل، كيف أسوي؟ يعني مختار ضحى في حياته في داخل مارب، عاش حياته هو خادم للوطن للشرعية ولمارب، يعني على الأقل يقف جنب أطفاله يساندوا أطفاله. نحن ما معناش سكن، ما معناش إيجارات بيوت، نطالب بسكن لأطفالي، المطلوب منهم يعني حتى يردوا جزء من جميل مختار يوقفوا جنبنا ويعملوا لي سكن لأطفالي، هذا اللي طالبه منهم. هذا شهادة تقديرية في حياته، هذه من محافظ محافظة مارب سلطان العرادة. هذه من المستشفى العسكري، هشتغل في دائرة في هيئة في المستشفى العسكري. هذه من هيئة مستشفى مارب. هذه الشهادة من كلية الحقوق في تعز. هذه من الأمن الخاص في محافظة مارب. هذه من البحث الجنائي. هذه من المستشفى العسكري. هذه من إدارة البحث الجنائي، من الأدلة الجنائية والبحث الجنائي وإدارة الأمن. إدارة البحث، إدارة الأمن، محافظ محافظة مارب. هذا الشهاد كان في حياة مختار.
بس الآن بعد موته إيش يسوي لنا إحنا؟ إيش بيفعلوا لنا؟ هني أم معي ثنتين بنات ولد، والآن حامل بالشهر الثامن، علي إيجارة بيت، مصاريف بنات، دراسة ابني هذا الصغير دائما يسأل وين بابا؟ أشتي بابا؟ وأحيانا يقوم من النوم يفزع من النوم يبكي وماما أشتي بابا؟ أشتي بابا؟ قل له من أين أجيب لك بابا؟ قال أشتي بابا. هو يصيح يبكي كل يوم كل ساعة، وأحيانا راح يشوف صورته ويجيب صورته قال ماما ذو بابا أشتي بابا. قتل مختار العليمي وهو متواجد في مدينة مأرب لتأدية عمله كضابط في البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وبدلا من تكريم أسرته التي ولد أطفالها في مدينة مأرب وعاشوا فيها حتى اليوم، واجهوا الإهمال ومخاوف التشرد والجوع. وليست هذه الأسرة لوحدها من تعاني هذه الآلام والمخاوف، بل إن أقارب جميع الشهداء يعانون انقطاع مرتبات معيليهم منذ أشهر طويلة، وبطبيعة الحال فليس لدى أي منهم من المدخرات ما يمكنه من مواجهة مطالب الحياة وتحدياتها. مشاهدينا الكرام، الأسبوع الماضي صدر تقرير حقوقي عن منظمتي هود وبنيان في مدينة مأرب بعنوان دماء على الرصيف، وثق التقرير ضحايا واحدة من جرائم قصف ميليشيات الحوثي لمدينة مأرب. وبعد فاصل قصير ستنضم إلينا رئيسة فريق بنيان الناشطة الحقوقية أمة الله الحمادي لتسليط الضوء على هذا التقرير وقضيته. تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفتنا من مدينة مأرب الناشطة الحقوقية أمة الله الحمادي رئيسة فريق بنيان للتنمية المجتمعية وحقوق الإنسان. مرحبا بك سيدة الحمادي. أهلا وسهلا بكم وأهلا بمشاهدي القناة. أصدرتم قبل أسبوع تقريرا حقوقيا بعنوان دماء على الرصيف، هل لك أن تحدثينا عن قضية هذا التقرير والتفاصيل التي احتواها؟ أجل، قضية هذا التقرير ليست بالقضية الجديدة على محافظة مأرب، وربما على محافظات كثيرة تعاني هذا النوع من أنواع الانتهاكات. قضية هذا التقرير هي قضية الهجمات العشوائية التي يعاني منها المدنيون في محافظة مأرب. ركزنا فيها التقرير على هجمة واحدة، لكنها لم تكن بالهجمة العشوائية من وجهة نظرنا نحن، ربما هي هجمة عشوائية فقط من وجهة نظر القانون الدولي، إذ أن الهجمات العشوائية هي التي فقط لا توجه إلى هدف عسكري معين، أو أنه الهجوم الذي يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بالأعيان المدنية. لكن حين تكون الهجمة هذه ممنهجة، حين يتم استهداف هذا المكان مرة تلو مرة وربما بفارق زمني مدروس، نستطيع أن نقول أن المدنيون مستهدفون وليست هجمة عشوائية، وإنما الغرض منه هو إسقاط المدنيين بين القتيل والجريح، والإثبات أنهم لا يزالون يستطيعون الوصول إلى هذه المنطقة. جماعة أنصار الله المسلحة لم تقم بهذه الهجمة العشوائية كما نظن نحن بشكل عشوائي، أو أنها كانت تستهدف شيء، إذ لا يوجد منشأة عسكرية أو هدف عسكري في الجوار، كانت فقط أسواق مدنية. في عام 2015 في شهر أغسطس استهدفت مطعم الجيشي في هذه المنطقة تحديدا، نفس هذه المنطقة التي حدثت فيها هذه
الهجمة الدموية وأسقطت بعض مطعم جرحى في العام 2017 أسقطت الطفل عادل المنة وغيره من المدنيين بين قتيل وجريح. والآن في هذا التوقيت بالذات في تاريخ 20 مايو قامت نفس الجماعة باستهداف هذه المنطقة بإسقاط عدد أكبر من المدنيين. كانت هجمة أكثر دموية، كانت هجمة مقصودة. الوقت في شهر رمضان في الساعة 1:20 يعني وقت يعرف الجميع أنه وقت حركي، الشوارع ممتلئة، حركة السير قائمة، المنطقة هذه منطقة مطاعم، لا بد أن يكون هذا المكان يعني مكتظا في الساعة تحديدا في شهر رمضان. هذه الهجمة في تاريخ 22 مايو أسقطت 6 قتلى من المدنيين وأكثر من 22 جريحا من بينهم. ركزنا على هذه الهجمة وأخذناها كمادة لهذا التقرير لكي نقول أن هذه الهجمات ليست بالعشوائية أبدا، وإنما هي هجمات مقصودة ومدروسة وتقوم كل فترة وأخرى لكي يثبت أو لكي تثبت جماعة أنصار الله أنها لا تزال قادرة على الوصول إلى مدينة مأرب ولو على حساب المدنيين. نعم سيد الحمدي، ما هي المنهجية التي اتبعتموها في إنجاز هذا التقرير؟ طبعا في هذا التقرير يوم الهجمة تحديدا سمعنا الأصوات، لا يوجد أحد في منطقة المجمع يقول أنه لم يسمع صوت الانفجار. سمعنا الصوت ثم دوت أصوات سيارات الإسعاف، علمنا حينها أنه هنالك قتلى أو على الأقل جرحى. وردنا في ذات الساعة اتصال من مواطن من المواطنين أخبرنا أن هنالك قتلى وجرحى. توجهنا فورا إلى هيئة مستشفى مأرب يعني لنقف أمام حصيلة مفجعة، عدد جدا من المدنيين كانوا بين قتيل وجريح. وجدنا 4 أشخاص حين وصلنا إلى هيئة مستشفى مأرب، 2 كانوا بأسمائهم و2 آخرون مجهولون حتى تلك الساعة. وأخبرونا أيضا أن هنالك قتيل آخر في المستشفى. وقفنا هنالك أمام عدد كبير جدا من المدنيين، أمام عدد كبير من الأسر، أمام كبير من الأشخاص المفجوعين بما حدث. تحدثنا مع من كان يستطيع التحدث من الجرحى، مع أهالي الضحايا، الشهود في تلك الليلة. قضينا جملة تلك الليلة في هيئة مستشفى مأرب. انتقلنا بعد ذلك إلى مكان الحادثة وانتقلنا إلى المستشفى العسكري والتقينا بمن استطعنا اللقاء به من أهل الضحايا ومن الضحايا أنفسهم. حين وصولنا إلى المستشفى العسكري طبعا أحد الضحايا قد توفي في ساعة الحادثة ونقل إلى هناك. المستشفى العسكري هو المستشفى الأقرب إلى مكان الحادثة، يبعد فقط. ضحية آخر، قتيل آخر، نصيب سيف كان حتى تلك الساعة لا يزال في الغناء. دخلت بنفسي وشاهدته، كانت حالته يعني لا توحي بأنه سيستمر في الحياة. هل تم توثيق هذه التفاصيل بالصور وتدعيمها بالفيديوهات وبوسائل التوثيق الحديثة؟ طبعاً. وهل تضمن التقرير نسخة من هذه المادة؟ أجل، التقرير يتضمن ملف صوري كامل. التقرير يتضمن شهادات وإفادات الضحايا. نحن حرصنا من خلال هذا التقرير أن لا نقدم أرقام كما يحصل في الأخرى، التقارير الفصلية ربما والنفس السنوية والسنوية. حرصنا على أن نقدم الأسماء ومن كان هؤلاء الأشخاص وما كانوا يفعلون في المجتمع أو حتى لأسرهم وماذا حدث بعد وفاتهم. يعني حرصنا حتى من خلال المؤتمر الذي أقمناه لإطلاق هذا التقرير أن نأتي بأهالي الضحايا لكي يتحدثوا عن الذي حدث في حياتهم. يعني لم يكن هؤلاء مجرد أشخاص، كانوا عائلين بأسر، كانوا أشخاص فارقين ربما في حياتهم. لذلك وجدنا أنه من الضرورة أن نتحدث عنهم وأن نذكرهم بالاسم، كل شخص باسمه في هذا التقرير موجود. ويعني حرصنا أيضا على أن نأخذ شهادات شهود العيان وعلى المتجولين وعدد كبير من شريحة المهمشين الذين كانوا موجودين في مكان الحادثة. يعني كانت المادة التي اتخذناها لهذا التقرير هي المادة، كانت مادة متكاملة. أيضا حصلنا بعد ذلك على تقرير الأدلة الجنائية، وحين إخراج جسم الصاروخ من الرصيد لم ينتج الجزء. نعم، بعد هذا الجهد المميز لإصدار هذا التقرير الذي حرصتم فيه على أخذ عينة حقيقية وواقعية من الضحايا وتسميتهم والابتعاد عن ترقيم الضحايا، إلى أين ستتجه الأمور بعد هذا التقرير؟ لمن ستقدمون هذا التقرير؟ ما الذي سيترتب عليه؟
يعني حتى الآن نحن قد حرصنا على أن نقدم هذا التقرير لأكثر من جهة دولية، لأكثر من منظمة دولية. أن نصدر هذا التقرير على الأقل أمام وسائل الإعلام المحلية لكي نشعر المجرمون الذين يقومون بمثل هذه الانتهاكات أنهم مسؤولون وأنهم سيحاسبون على هذه الجرائم. والجهات الدولية حتى الآن اهتمام بهذا التقرير الحمد لله، يعني طلبنا تفاصيل أكثر، طلبت لم نكن قد ترجمنا التقرير في مراحل مبكرة، طلبوا منا ترجمة للتقرير. نعم. ترجمة التقرير من الأشياء مثل ما أكثرها لكي نضمن أن الصوت لن يتوقف عند هذا الحد. نعم، إذن التقرير تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أم إلى لغات أخرى أيضا؟ لا، إلى اللغة الإنجليزية فقط. ربما أيضا بالعوائق التي تعاني منها المنظمات فيها حاليا. نعم. لا نستطيع الترجمة إلى لغات أخرى. أصدرتم التقرير بالتعاون مع منظمة هود، كيف كانت هذه الشراكة وما هي الترتيبات التي تمت بينكم وبين منظمة هود؟ ليس العمل الأول الذي يجمع بيننا وبين منظمة هود، قمنا بالعديد من الفعاليات في محافظة مأرب، سواء الفعاليات الحقوق الإنسانية أو حتى الفعاليات الثقافية. نعم. منظمة هود منظمة فاعلة جدا في المحافظة، وكان بالنسبة لنا السند الأعظم حاليا في هذه المرحلة. قمنا في هذا التقرير بعمل متكامل، توجهنا إلى الأماكن التي توجهنا إليها معا، رصدنا معا، قمنا معا، وأصدرنا التقرير أيضا معا، يعني لم يكن هنالك جهد فردي ولا في أي مرحلة من مراحل إصدار التقرير. نعم، هل ترين أن التشبيك بين المنظمات الحقوقية ميدانيا يفيد ويسهل العمل بدلا من أن تعمل كل منظمة وكل فريق بشكل منفرد ويعني تتداخل الأمور، تسقط قضايا ويتم تكرار قضايا أخرى؟ مسألة التشبيك بين المنظمات الحقوقية كيف ترين هذا الأمر؟ طبعا التشبيك بين المنظمات الحقوقية ضرورة خصوصا في هذه المرحلة. لا تستطيع منظمة حقوقية أن توصل الصوت إلى العالم لوحدها، لا تستطيع منظمة أن تتشبث بذاتها فقط وأن تقول أنا قادرة على أن أصل إلى كذا وكذا وكذا. لا يوجد منظمة حاليا خصوصا في المناطق الشرعية مع الأسف. نعم. يعني ينظر إليها العالم النظرة المحايدة، لذلك ينبغي أن نشكل تكتلات ليس فقط بنيان وهود، لكن جميع المنظمات وجميع الجهات الحقوقية وحتى الحقوقيون المستقلون ينبغي أن نصدر أصوات دائما موحدة وأن نغرد دائما في سرب واحد، خصوصا فيما يخص الانتهاكات التي تتم بشكل ممنهج مثل الهجمات العشوائية والألغام وغيرها من الجرائم. نعم، كيف تقيمين تعاون المنظمات الدولية الداعمة والراعية للجهد التوثيقي خاصة في مناطق السلطة الشرعية؟ هل هناك اهتمام بما تقومون به كمنظمات من قبل المنظمات الدولية الداعمة؟ بصراحة نحن نقوم بما نقوم به بداعي إنسانيتنا فقط، ونحاول الدفع بهذه الأشياء أو الجهود التي نقوم بها إلى العالم وأن نعظمهم حتى على أن يروا ما نقوم به. أما أن نقول أن الجهات الدولية داعمة وأنها تساند وأنها تقدم خصوصا في المجال الحقوقي في هذه في مناطق السيطرة الشرعية، لا أدري من أين موطن الخلل تحديدا، هل منا أم من السلطات التي لم تستطع إيصال الصوت أم من هذه المنظمات ذاتا، لكن هذه المنظمات لا تقدم حاليا أي شيء على الأرض. نعم، إذن تعتقدين أن هناك خلل في تقديم أصوات الضحايا وقصصهم. تناولنا في هذه الحلقة قصة الشهيد مختار العليمي، وهو تقريبا أحد الضحايا الذين تضمنهم تقريركم. ماذا عن بقية القصص التي تضمنها التقرير؟ قضية مختار العليمي ليست فريدة من نوعها، يعني هذه الهجمة العشوائية فريدة من نوعها، وفي كل هجمة يخلف الضحايا هؤلاء وراءهم العديد العديد من الضحايا أسرة من كوبا. نحن من خلال التأكيد على قصة العليمي أنه الشخص الذي ترك أشخاص لا عائلة لهم فقط، أن نوجه رسالة إلى العالم أن هذا نموذج لقصة دائما تكرر. أردنا أيضا أن نوجه السلطة، الخيرين، المشايخ وهؤلاء
قادرون على أننا نطالب منهم أن يقدموا شيء، أن يثبتوا لهذه الأسر أنهم لم يضحوا، أن هذه الأرواح التي قضت لم تقضي هكذا وفقط يعني ونسيت وعائلها معها نسيت. أردنا من خلال أيضا المؤتمر حين جئنا بأرملة العالمين وبناتها وطفلها أن نقول لهؤلاء قدموا شيء كي يستطيع الآخرون أن يفكروا في الوطن كوطن، أن هذا الوطن قادر على أن يقدم لهم شيء بالمقابل شيء يقدم لهم. أردنا أيضا أن تكون المناشدة هنا مناشدة حية، مناشدة إنسانية، أن لا نقول هذه الجهة تقصر وتلك الجهة تقدم. أردنا أن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ومن كان لديه حس إنساني عالي فليطلع بالمسؤولية. نعم، عودة إلى عملكم الميداني، ما هي المناطق التي تركز الميليشيا القصف عليها داخل المدن الأهلة بالسكان كمدينة مأرب؟ طبعا مدينة مأرب منطقة المجمع تحديدا نستطيع أن نقول أنها عرضة للهجمات، خصوصا الهجمات العشوائية، لأن الجماعة جماعة أنصار الله المسلحة حتى الآن هي مسيطرة على جبل هيئة، ومن هذه المنطقة تقوم بقصف منطقة المجمع. حي الروضة هو أكثر الأحياء تضررا من هذه الهجمات، إذ تسقط القذائف عليه بشكل متواتر وبقية الأحياء الوتيرة أقل، لكن تسقط الصواريخ هذه بين الفينة والأخرى في أحياء المجمع في وسط الأسواق العامة في الأماكن التكتلات السكانية فقط في الحارات في يعني في جميع، لا نستطيع أن نقول أنه منطقة آمنة في عموم منطقة المجمع، ففي أي لحظة ستسقط وتنجب حياة المدنيين. نعم، إذن بعد إصداركم لهذا التقرير هل تلقيتم أي ردود أفعال أو استجابة معينة سواء من السلطات المحلية أو من منظمات دولية أو من اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ ما هي الاستجابة التي يعني تلقيتموها بعد إصداره؟ تلقينا استجابة من لجنة الخبراء التابعة للعقوبات، طلبوا منا ترجمة التقرير كما أخبرتك سابقا، وقمنا بالترجمة لهذا التقرير لكي يقومهم بدورهم فيما بعد. الاستجابة على مستوى اللجنة الوطنية لم تأتي حتى الآن، الاستجابة من السلطة المحلية، يعني السلطة المحلية أصدر تقرير في محافظة مأرب وأسجل عنه الستار. نعم، إذن نأمل أن يكون هناك المزيد من التفاعل خاصة بعد طرحنا لهذا الموضوع في هذه الحلقة. هل لك من رسالة أخيرة سيدة أمة الله الحمادي؟ أجل نرجو من السلطة المحلية، نحن نستطيع أن نقول نرجو من جماعة أنصار الله الفوتي كما أصدرنا في التوصيات الخاصة بالتقرير أننا نرجو منهم أن يتوقفوا عن هذه الهجمات وأن يتبعوا قانون الحرب كما هي. هذه بالآخر جماعة مسلحة لا نستطيع أن نعول عليها كثيرا، لكن نرجو من السلطات المحلية أن تفتح يدها وأدرعها لمدنيين ضحايا هذه الانتهاكات، ليس الجرحى والقتلى، أتحدث عن عوائل هؤلاء، عن الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، عن عائلة العليمي وغيرها من الأسر. نريد من السلطة المحلية أن تتبنى هؤلاء، ربما أن تكثف جهدا أو تطلب من العالم المانح مثلا مدينة سكنية لأسر الشهداء أو شيء من هذا القبيل، أن تتبناهم على بسلة غذائية شهرية تصل إليهم، أن تتبناهم بأي شكل من أشكال الدعم حتى يكونوا أشخاص مات عائلهم فماتوا في هذه الحياة وهم أحياء. نعم، قبل أن أختم معك سيدة أمة الله، ماذا عن حماية هذا الحي الذي يتعرض والمجمع بشكل عام في مدينة مأرب وحي الروضة الذي تفضلت بذكره من قبل الجيش الوطني؟ هل هناك من رسالة توجه للجيش الوطني لمحاولة تأمين هذه المناطق بشكل أفضل؟ ونحن نتمنى على الجيش الوطني أن يخطو خطوة الكبرى وهي خطوة تحرير جبل هيئة، لأن إن حررت هذه المنطقة نستطيع أن نقول أن مأرب أصبحت آمنة على الأقل من الضربات العشوائية، ونحن نشهد على أيدي الجيش الوطني فيما يقوم به، ولا نستطيع أن نقول أنه مقصر، لكن ربما السياسة تلعب لعبتها هنا، ونتمنى عليهم فقط أن يحافظوا على حياتهم وأن يتأكدوا أننا هنا الوجه الآخر للمنطقة
المعركة، نحن هنا نقوم بمعركة بناء الدولة المدنية، وسنستمر بدعمهم لكي يطهروا البلاد، ونحن أيضا سنقوم هنا في الجبهة الأخرى، الجبهة المجتمعية، جبهة بناء الدولة كما ينبغي أن تكون. المعركة ليست معركة فقط، المعركة لها عدة أصعدة، وحسب ما أظن أنا أن الجانب المدني جانب التوعية، وهذا الجانب هو الجانب الأهم، لأنه من هنا سنوقف الغرب الفكري للجماعات المتطرفة وغيرها. نعم، أمة الله الحمادي رئيسة فريق بنيان للتنمية المجتمعية وحقوق الإنسان، كنت معنا من مدينة مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة الشهيد مختار العليمي تم الرصد، في أمان الله. Thank you.